بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى من انتفعنا بعلمه، وعلينا وعلى أحبابنا وذوينا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. ثم قول المصنف: والبعث حق، والوزن حق، والكتاب حق، والسؤال حق. هكذا ذكر المصنف عن حقية هذه المواضيع. توفية لهذا قال الشارح سعد الدين التفتازاني رحمة الله عليه: واعلم أنه لما كان أحوال القبر مما هو متوسط بين أمر الدنيا والآخرة أفردها بالذكر. يعني فيما مضى ذكر المصنف في عذاب القبر وتنعيمه وسؤال منكر ونكير، يعني وعذاب القبر للكافرين ولبال عساة المؤمنين، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية. هكذا ذكر. يعني هذه حياة برزخية، أو يعني أحوال القبر. أحوال القبر يعني متوسط وقوعا بين أمر الدنيا والآخرة أفردها ذكر. ثم بعد ذلك يبين المصنف، يذكر المصنف حقيقة الحشر، كذلك تفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة. إذن منذ بداية الكتاب تحدث المصنف عن عقائد يجب أن يعتقدها مسلم المؤمن، أو كل الناس يجب أن يعتقدوها. ثم بعدها ذكر يعني أن عذاب القبر وتنعيمه، ثم هذا متوسط بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. ثم بعد ذلك شرع في بيان مسائل الآخرة. هذا هو الترتيب، يعني اللائق المناسب. فإذا معنى الآخرة ما يبتدأ بالبعث والنشر من القبر. للآخرة إطلاق آخر، يعني من انتهاء الدنيا، يعني من موت رجل يعني تبدأ آخرته. هكذا وقد ورد عن القبر: القبر أول أبواب الآخرة. هكذا على إطلاق آخر. فإذا الحياة البرزخية داخلة في الآخرة. هكذا ثم استغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة، ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة. يعني هذا دليل كلي لجميع مسائل السمعيات من الاعتقادات. السمعيات دليلها كلها هذا، يعني قاعدة
أمور ممكنة أخبر بها الصادق. الصادق إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا. ونتق بها الكتاب أو السنة فتكون ثابتة. إذن أخبر بها الصادق ونتق بها الكتاب والسنة. يعني ما تفسير أو يعني لو أراد بالصادق الكتاب والسنة يكون هذا عطف تفسير أو يعني عطف العام على الخاص هكذا أو يعني عطف مغاير. الصادق لو كان الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب والسنة مغاير منهما يعني مفهوما لكن ما صدقا واحدا. نعم. ثم فتكون ثابتة يعني هذا بدون معارض هكذا يجب هنا قيد كما سبق أن بين عصام الدين رحمه الله. نعم. أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة من غير معارض. لو كان هناك معارض يجب التأييد لكن هنا لا داعي للتأييد فظاهرها ثابتة. يعني وصرح بحقية كل منهما تحقيقا يعني فيما مضى ذكر المصنف خبرا واحدا لثلاث من الأمور عذاب القبر تنعيم وأهل الطاعة سؤال منكر ونكير ثابت. فإذا لتصحيح العبارة قدر الشارح أو يعني جعله خبرا للثلاثة بتأثير كل واحد من هذه الثلاثة. فيما بعده يصرح المصنف صرح المصنف بحقية البعث ثم حقية الوزن ثم الكتاب حق والسؤال حق هكذا صرح بحقية كل منها لماذا تحقيقا وتوكيدا واعتناء صرح بحقية كل منها بنسخة كل منهما للأمير التثنية. الظاهر وصحيح أن هنا ضمير التأنيث مرجعه ما سبق من الضمائر من قوله أنها أخبر بها هكذا بحقية كل منها تحقيقا وتوكيدا واعتناء بشأنه. نعم. وقال والبعث حق. ما هو البعث؟ وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. هذا هو البعث. يعني ليس هناك تبديل الجسد بل هذا الله تعالى يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد إليها الأرواح التي كانت في هذه الأجزاء في الدنيا نفس هذه الأرواح يرجعها سبحانه وتعالى إلى هذه الأجساد. إذن يجري هناك يعني مثلا البعث يعني الجثة لو وضعت في القبر ثم مضت أيام أو يعني مدة تنفسخ وتختلط بالتراب ثم بعد ذلك يرجعها الله سبحانه وتعالى كما كان يعني جسدا. فإذا هذا مثلا سرير أو مكتب هذا يعني يحل إلى أجزائه هذا يعني أرجل هذا السرير أو أرجل هذه الكرسي وكذلك اللوحة والعمود كلها يعني يحلل إلى أجزاء. ثم بعد ذلك لو جمعت هذه الأجزاء وأعيدت إلى الهيئة السابقة صار سريرا أو صار مكتبا هذا مثال. كذلك يعني لو أهدم بناء ونزع منه هذا يعني لبنته كذلك يعني أبوابه كذلك نوافذه كل هذه الأشياء ثم هذه الأبواب والنوافذ كل هذه يعني ماذا يعني حللت نعم إلى أجزاء أعيدت إلى أجزاء كما كان أولا ثم بعد ذلك أعيد
إلى البناء أعيد البناء كذلك يعني عملية فقط هذا عملية بسيطة. نعم والباعث قال الإمام الرازي رحمه الله مسألة المعاد مبنية على أركان أربعة ذكر الإمام إسام الدين ينقل قول الإمام الرازي هذا مسألة المعاد مبنية على أربعة أركان فذلك لأن الإنسان هو العالم الصغير فهذا العالم هو العالم الكبير والبعث في كل منهما إما عن تخريبه أو تعميره بعد تخريبه فهذه مطالب أربعة الأول كيفية تخريب العالم الصغير وهو بالموت يعني بعث له أركان الركن الأول موت العبد موت الإنسان والثاني أنه كيف يعمره بعدما خربه وهو أنه يعيده كما كان حيا عالما عاقلا هكذا يعيده إلى نفس الكيفية ويوصل إليه الثواب والعقاب هذا إعادة هذه الأجزاء المتحللة والمختلطة بالتراب إلى يعني الصورة الأولى والكيفية الأولى هكذا حيا عالما عاقلا عبيضا أو أسودا أو أطولا أو أصغرا هكذا يعني نفس الكيفية ثم الثالث أنه كيف يخرب هذا العالم الكبير هو يخربه بالتفريق الأجزاء أو بالإعدام والإثناء هو الأمر الرابع الثالث ثم تفريق الأجزاء كما ذكرت أمثلة أو إعدام والإثناء تماما ليس كذلك هو الرابع أنه كيف يعمره بعد تخريبه فهذا هو القول في شرح أحوال القيامة وبيان أحوال الجنة والنار نعم ثم هذا تعمير بعد التخريب فإذا لو كان تفريق الأجزاء هو التخريب فإذا يكون التعمير بجمع الأجزاء فقط هذا يعني معقول مصور لو كان بالإعدام والإفناء ثم كيف يكون يعني ثم هذا خلق هذا المعدم هذا كان موجودا أعدمه الله تعالى صار معدوما إذن الله تعالى ماذا يوجده بعد إعدامه يوجده يقوم بإيجاده هذا هو إذن كيف يكون المعدم موجودا هل يوجد بعد إعدامه هل يمكن إيجاده في شيء من الخفاء فقط ثم في قوله تعالى حق لقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذا البعث وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها من يحييها الذي أنشأها أول مرة يعني الذي خلقها أول مرة يحييها إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد يعني هذه نصوص قاطعة نعم ثم بحشر الأجساد فإذا البعث يكون بإعادة الجسد والروح هكذا ليس بإعادة الروح فقط بل هذا أولا يجمع أجزاء الموتى المتفرقة المختلطة ثم ينفخ فيه يعاد إليه الأرواح هكذا بالجسد نعم وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه يعني لو كان التخريب بالإعدام والإفناء كيف يعاد بعينه هذا المعدوم كيف يعاد بعينه هم قالوا هذا ممنوع ممتنع ليس بممكن لذلك أنكروه وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يرتد به غير مضر بالمقصود وهو غير مضر بالمقصود يعني هذا دعواه يمكن
إنكارهم فكذلك بناؤهم لا يضر بالمقصود ثم ذكر بين المبتدا والخبر قوله مع أنه لا دليلهم عليه يعتد به هذا ممتنع هكذا قالوا هل هناك دليل للامتناع دليل يعتد به ليس له دليل يعتد به فإذا هذا امتناع ليس بمسلم ثم لو سلمنا امتناعه هل يضر بالمقصود لا لماذا لأن مرادنا يعني بالبعث حينما نقول البعث حق ماذا مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى يعني هناك كيفيتان أشار إليها الإمام الرازي رحمه الله كما قرأت أولا هذا تقريب إما بالتفريق الأجزاء ليس بإعدامه بالكلية هذا هو المشاهد عندنا يعني هذه هي الجثة يعني الميت يتحلل أجزاؤه ويختلط بالتراب هكذا يجري نعم ثم لا يكون هناك إعدام ثم هذا إعدام كليا لا يليق برأي الفلاسفة الفلاسفة يقولون بقدم الهيولة وصورة الجسمية فإذا لو كان هناك يعني هذا الانحلال الجثة في التراب ماذا يكون هناك؟ هناك يكون تغير الصورة فقط يبقى هناك هيولة وصورة الجسمية والنوعية لهذه الجثة هنا باق قديم